السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بالفيديو. اليوم جديد فيديو جديد كنتجولو شهر 11 هذا، يعني الخريف بدا وانتم الدنيا يعني باقا خطرة الحمد لله. الناس حارتين، يعني الزرع قمح هذا هما قليل في كيديروا الزرع هنايا، يعني عندهم قمح فارينة دابا تحرتات جاية خارجة. شوفوا الربيع كي باقي في جنب الشانطي باستثناء الاراضي المحروته اللي هي حتى هي جايه نايضه تبارك الله. داكشي ما بيش جميل جدا. ديروا ابوني وتابوناو، واخا تشوفوا هذه القناه فيها المزيكا فقط من اجل جمع بعض لي زابوني. من بعد ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات فلوغات افلام، يعني مجموعه من الحوايج الرائعه من دوله ايطاليا ان شاء الله. انا نستقر الان في ايطاليا، نقولوا في مناطق بدويه، يعني في مناطق احياء شعبيه ماشي في المدن. قريب ان شاء الله انتقلوا لمدينه جينوفا، غادي ننتقلوا للخدمه تما كاين بعد تسويه الوضعيه القانونيه اكمال بعض الاوراق، وغادي يكونوا فيديوهات رائعه ان شاء الله، افلام بروجيات مقوده مع الصديق ديالي ان شاء الله اللي كنحضروا في بعض الحوايج وكنوجدوا في بعض الحوايج ان شاء الله. كاين افلام قصيره جدا، كاين افلام قصيره رائعه كتعالج مواضيع الغربه والمهاجرين بصفه عامه. داكشي غادي يعجبكم الصراحه، غادي يعجبكم، ونتمنوا نكونوا عاد حسن الظن. هالفيديوهات ديروا ابوني، ديروا ابوني، حاولوا ابوناو باش تكبر الفاميلا باش نبداو البروجيات ان شاء الله، وغادي يعجبوكم ان شاء الله. ما بغيناهمش يضيعوا لانهم خدمنا عليهم بحب، بغيناهم انهم وصلوا حنا بحب. سمحوا لنا لا اننا كنديروا فيديوهات مزيكا وكتلقاو هذه المقاطع، لكن من اجل توصيل الفكره، لاننا ما لقيناش، يعني ما لقاوش سيبورس، لان في هذا الدومينات ديال يوتيوب كلشي كيضرب على راسو، ما غنلقاوش سيبورت باش نوصل الافكار. لقينا هاد الطريقه غادي يعني نجمعوا بها واحد الفاميله صغيره، نوصلوا ان شاء الله وخاير 10 هكا، وغادي نبداو نلوحوا لكم بروجيات خاصين بدون عناوين كاذبه وبدون اي شيء من هذا.